فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يفاجئ المايسترو، يفاجئ القائد وليد الركراكي اليوم بهذه الخطوة الأسطورية. كذلك يعقد فوزي لقجع جلسة مع النجم المغربي حكيم زياش ويوجه إليه هذه الرسالة النارية، وإليكم التفاصيل يا سادة يا كرام. على هامش تدريب المنتخب المغربي منتخب أسود الأطلس اليوم، عقد فوزي لقجع جلستان، أولهما مع وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. فوزي لقجع أكد لوليد الركراكي على سعادته الكبيرة جدا 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 بالإمتاع والإبداع الذي قدمه أسود الأطلس في مباراتهم الأخيرة ضد منتخب تشيلي، الأداء الذي هز العالم بأكمله. الأسود افترست تشيلي بلا رحمة وبلا شفقة. كذلك أكد فوزي لقجع إلى وليد الركراكي أن الجامعة الملكية المغربية بأكملها، بل الشعب المغربي العظيم بأكمله، يثقون فيه نحو كتابة التاريخ وتحقيق البطولات والإنجازات للمنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة. كذلك عقد فوزي لقجع جلسة مع نجم المغرب الأول حكيم زياش، وأكد فوزي لقجع للنجم المغربي حكيم زياش على سعادتي أيضا بالعودة إلى المنتخب المغربي بعد غياب طويل. كما أكد فوزي لقجع إلى النجم المغربي حكيم زياش أنه يثق فيه كامل الثقة وأشد الثقة في قيادة المنتخب المغربي لإنجاز تاريخي في مونديال قطر.